طيب معايا على الهاتف السيد العزب الطيب الطاهر، محرر شؤون الجامعة العربية بالأهرام. يعني توقعاتك إن موريتانيا ستستقبل القمة ولا ربما تكون في شرم الشيخ أو مصر؟ يعني أنا في تقديري ومن خلال متابعتي واتصالات اليوم، موريتانيا لن تكون مؤهلة لاستضافة القمة في وقت وجيز، لأن القمة المفروض موعدها القديم 29 و 30 مارس المقبل او حتى مطلع الاسبوع الاول من ابريل. طب هو في كلام ان موريتانيا، يعني السفير الموريتاني اكد لنا انهم سيستضيفوا القمه، ولكن المعلومات انها ستتم تاجيلها الى مايو. ربما يعني حتى الان خلال متابعتي ان يعني القدرات الموريتانيه في هذا التوقيت الوجيز شهر او اقل او اكثر يمكنها ان تعد الترتيبات اللوجستيه لاستضافه القمه، الا اذا تم يعني توسيع الوقت او هامش الوقت. ومن هنا القمه يعني لابد من المحافظه، الاهم في هذا التوقيت هو المحافظه على دوريه انعقاد القمه العربيه حتى لا نخسر تطورا ايجابيا حدث على صعيد النظام الاقليمي العربي. وبدانا يعني لماذا نستفيد من تجربه كل الاتحاد الافريقي الذي يعقد في العام قمتين افريقيتين؟ الاتحاد الاوروبي مجموعه من القمم، سواء قمم دوريه او حتى قمم عندما تستوجب الحاجه كما حدث قبل ايام فيما يتعلق بموضوع اللاجئين في اوروبا. نعم، بشكرك الزميل استاذ العزب الطيب طاهر، محرر شؤون الجامعه العربيه بالاهرام.